زي ما وعدنا حضراتكم هنكون طبعا في تونس مع فرقتنا وندعمها. معانا عبر الهاتف من تونس الكابتن حمدي الصافي نجم نجوم النادي الاهلي ومدير فني سفريق السيدات للكره الطائره واللي بيخوض في هذه الايام بطوله افريقيا للابطال في تونس. اهلا بك يا كابتن. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ الف مبروك على صداره المجموعه يا كابتن. الله يبارك فيك. الحمد لله، يعني خطوه موفقه في الاول وبدايه، واحنا لسه ما عملناش حاجه، واحنا كلمنا البنات، احنا لسه دي البدايه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ويبقى في تركيز كامل ونقدر نلعب المباراه النهائيه باذن الله ويبقى ونفوز بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. يمكن مباراه امبارح الانابيب الكيني مباراه قويه، ودي احد الفرق المرشحه بالبطوله، وكمان يعني الشوط الاول ما كانش لصالحنا، يعني ظرف كان صعب، ولكن استطعنا ان احنا نعمل يعني كامباك ونقدر نقيس نفسنا على ماتش زي ده. رايك يا كابتن؟ اكيد طبعا، مباراه زي ديت مع فريق حامل لقب اكتر من بطوله للبطوله الافريقيه للسيدات، وفريق له تاريخ كبير، فريق الانابيب الكيني، وبيضم لعيبه كتيره من منتخب كينيا، فاكيد كان مباراه مهمه لينا ان احنا نقيس قوتنا ونقيس مدى جاهزيتنا للمنافسه على البطوله، ورغم الظروف طبعا الصعبه اللي بيمر بيها الفريق بعدم وجود المحترفه، الا ان البنات الحقيقه انا اتكلمت معاهم واكدت على حاجات كتيره، ان احنا تاريخنا اللي فات ده كله اتحقق بقوه واراده اللاعبات المصريات، بجانب طبعا المساعده بيبقى من المحترفه بيبقى دوره عامل مساعد، ولكن انتوا تقدروا انتوا لعيبه كلها خبرات، موجود اكتر من لعيبه في منتخب مصر وكلكم خبرات، فاكيد تقدروا. والحقيقه البنات يعني استفادت جدا من الكلام دوت وقدرت تنفذه بشكل مباشر في المباراه، ان هم شالوا عتق المباراه، يعني كانوا نجوم المباراه كلهم الحقيقه، الجهد اتوزع طول المباراه على الافراد الفريق، الفريق تقريبا معظمه شارك، ال 13 لعيبه تقريبا شاركوا في المباراه وكل لعيبه كان ليها دور، وده اللي مطلوب منهم الفتره الجايه، ان احنا فريق جماعي وهنقدر نفوز بالبطوله باللعب الجماعي بتاعنا ان شاء الله باذن الله. طب اقول لك يا كابتن، احنا عندنا بكره ان شاء الله الساعه 4 العصر هنلاعب اسك ميموزا الايفواري، طيب طريقنا شكله ازاي؟ يعني احتمالات دور الثمانيه ايه وامتى، ودور الاربعه ودور النهائي ان شاء الله نوصل له، يعني الطريق ماشي ازاي، واحتمالات نقابل مين في الادوار المختلفه يا كابتن؟ بص يا كابتن هيثم، احنا رتبنا المجموعه، يعني البطوله مترقمه لحد النهائي، فالحقيقه احنا لما بعد ظهور المجموعات كلها وترتيب المجموعات ورؤوس المجموعات والترتيب من واحد لاربعه قدرنا ان احنا نحدد طريقنا لحد النهائي ان شاء الله ممكن نلعب مين. بص، هو في طريق بعد احنا ما فزنا على فريق كينيا ده، تقريبا احنا خلينا فرق كينيا كلها تبقى مع بعض في طريق واحد، الثلاث فرق بتوع كينيا وفريق الكاميرون بقى في طريق واحد، فرقه منهم هتوصل نهائي لحد النهائي. ممتاز. الطريق الثاني موجود فيه الاهلي وفريق كوليبيا التونسي وفريق قرطاج التونسي، برضه دول هيقابلوا بعض في طريقهم لحد النهائي. فاحنا ان شاء الله بعد اسك ميموزا ممكن نلاعب فريق كوليبيا التونسي، وبعديه ممكن نلاعب فريق قرطاج في قبل النهائي ان شاء الله. ممتاز، يعني ده لانه طبعا بعد ما ترتبت الفرق زي ما حضرتك قلت خلاص بقى كل فريق، ويمكن مباراه امبارح دي يا كابتن كانت عنق زجاجه، لان انت كده كنت هتخش في الحقيقه مباريات بدنيا عاليه جدا، الفرقه الكينيه والفريق الكاميروني، كنت هتصعب على نفسك الطريقه يا كابتن حمدي. اكيد يا كابتن هيثم، احنا مباراه امبارح دي مباراه يعني كانت مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نبعد عن المباريات البدنيه العاليه، ان انت كنت هتلاعب تقريبا فرقتين من كينيا ورا بعض قبل ما توصل للمباراه النهائيه، فكان هيبقى الطريق صعب شويه علينا، انت عارف فرق كينيا كلها الثلاث فرق الحقيقه مستويات عاليه وقوه بدنيه رهيبه، يعني مش عاوز اقول لك يعني امبارح كان في يعني لاعب موجود، مش عاوز اقول لك زي الرجال، لا هو فعلا امكانيات راجل، يعني الحقيقه احنا شفنا المباراه لو متصوره امبارح الناس كانت هتستعجب من القوه البدنيه، لا راجل بيلعب قصاد البنات، يعني الحقيقه يعني البنات امبارح ابطال بجد والله العظيم، ان قدروا يقفوا قدام القوه البدنيه العاليه اللي بتلعب قصادهم امبارح دي، يعني الحقيقه خلي بالك يا كابتن وحضرتك طبعا كابتننا الكبير والاسطوره الكبيره، ما هو في افريقيا الموضوع بيبقى كده للاسف، انت بتروح بتصطدم بطاقات بشريه جباره يعني، فالحقيقه البنات امبارح عشان يحولوا من 1-0 ل 3-1، لا فعلا يا كابتن فرقتك حاجه تشرف. الحمد لله والله كابتن هيثم، احنا اتكلمنا معاهم وقلنا لهم الموضوع مش صعب ولا هو سهل، الموضوع عاوز تركيز، واحنا بنتكلم ومركزين قوي في الحته ديت، لعيبه مركزه جدا ونفسهم يجيبوا البطوله دي لجمهورهم وللنادي بتاعهم، عارفين ان في دعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي وراهم وهم مقدرين دوت، وكل اللاعبات الحقيقه ما فيش حد بيبخل باي جهد ولا اي عرق لصالح الفريق، ودي حاجه يعني انا بعد المباراه على طول اجتمعت بيهم وحييتهم
وما اتكلمتش في الفنيات، بس اتكلمت على حاجه واحده، قلت لهم يا جماعه الروح اللي بتلعبوا بيها دي هي روح النادي الاهلي، ودي اللي هيكسبنا. انا محتاج الروح دي في كل المباريات، لو لعبت بالروح دي في كل المباريات ان شاء الله البطوله بتاعتكم يعني باذن الله. ويمكن كابتن دعم كابتن محمود الخطيب الحقيقه للكره الطائره بشكل عام، رجال وسيدات، واجتماعهم وفطار والفطار اللي كان مع حضراتكم قبل يعني انتهاء رمضان بايام، بتهالي كان دعم كبير. حتى فريق الولاد ما كان معانا من يومين في الحلقه اللي فاتت، فريق الرجال الحقيقه قالوا ان اللقاء ده كان لقاء مهم وكان دافع كبير جدا للفريق. اكيد طبعا يا كابتن عايز، حضرتك عارف الكابتن محمود الخطيب ما بيسيبش اي فريق بيمثل النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا. الحقيقه القعده دي اثرت جدا في البنات بعد الفوز بالدوري والكاس، وزي ما اثرت في فريق الرجال بقوه، والحمد لله قدر يخرج من الكبوه بتاعته، رفعت معنويات البنات جدا، وكلهم عارفين ان مجلس الاداره كله بيشجعهم وبيدعمهم. عندنا اتصالات كل يوم من كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وبيبلغنا تحيات الكابتن خطيب وانه مركز معانا وبيتابع النتائج بتاعتنا. مجلس الاداره الحقيقه كله واقف في ظهرنا ان شاء الله باذن الله. الدعم دوت يتوج بالبطوله ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله يا كابتن حمدي، وعايز اقول لحضرتك ابشرك ان شاء الله قناه الاهلي هتبقى معاكم في قبل النهائي والنهائي ان شاء الله، زي ما عملنا مع الرجال، وهنذيع باذن الرحمن ان شاء الله مباراه قبل النهائي والنهائي، وان شاء الله نكون داعمين ليكم. كل التوفيق لك يا كابتن حمدي الصافي. شكرا يا كابتن عاصم، شكرا لحضرتك ودعواتكم معانا ان شاء الله. وسلامنا لكل اللاعبات. كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق النادي الاهلي الاول للكره الطائره سيدات من تونس من خلال بطوله افريقيا، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن زي ما قلت لحضراتكم مباراه امبارح لانابيب الكيني سهلت جدا علينا الطريق. تخيلوا بقى احنا دخلنا في سكه ابطال كينيا، ثلاث فرق كينيا معاهم الكاميرون، كان ممكن اللاعبات توصل على الفاينل مجهدات جدا جدا، ولكن الحمد لله المكسب بيجيب مكسب ودي فال حلو. ان شاء الله نستطيع ان احنا نفوز مباراه بتاعه بكره، ونخش بعد كده على كوليبا التونسي، ونخش كمان على قرطاج التونسي في النهائي. يا رب يا رب ان شاء الله، ويتوجنا بكاس افريقيا عشان يكون مع الرجال بجانب الرجال في الاهلي الجزيره. خلينا نطلع